اسماعيل عياد من سلواد رمضان. بنيجي احنا يعني كل رمضان نستنى يوم الجمعة أساس إنه بتح لنا الفرصة لتقديم التصاريح، فبنيجي عن طريق التصاريح وتعطونا يوم الجمعة فقط للصلاة، لصلاة الجمعة، فبنستغل الفرصة وبنيجي كل جمعة أنا والعيلة والأولاد الصغار اللي مسموح لهم من تحت السن 12 سنة. طبعاً اشتياقنا كبير للأقصى لأن في السنة بصح لنا يعني فرص أيام الجمعة يعني 4 مرات في السنة، اللي هم 4 جمعة إذا وفر في شهر رمضان أو 5 حسب الجمعة الموجودة. وجنتنا سبحان الله يعني إلها لهفة وإلها شوق وإلها يعني خصوصية، الحمد لله رب العالمين. ربنا يتقبل منا الصيام والقيام إن شاء الله، ربنا يتقبل منا الزيارة هذه فيها رباط إن شاء الله وأجر ثواب إن شاء الله، ونسأل الله العظيم أن يعطيها لغيرنا. يعني إحنا الحمد لله صار لنا نصيب وإجينا الحمد لله وانبسطنا، ونسأل الله أن هذه الفرصة توفر لأحد غيرنا. يعني في ناس كثير محرومين، في ناس كثير بطلع لهاش تصريح، في ناس كثير ممنوعة. نسأل الله علي القدير فرج الجميع إن شاء الله.